إلى جاليري عايدة شرفين. بننتقل هلأ لنتابع المعرض الاستعاذة للفنان حسين ماضي بعنوان حياة بلا حدود. المعرض اللي نظمته سوليدار وجاليري عايدة شرفين تضمن أعمال بتشمل 50 عام من الجهد المتواصل ومن أعمال ستينات القرن الماضي. تفاصيل بهالتقرير. عشت والألوان أكثر من 50 سنة وسافر عجناح الخيال ليملأ الصفحات البيضاء برسم الأفكار وتجسيد الأحداث. حسين ماضي بعد 50 عام من الفن بيسترجع أعماله اللي بتعود لسنة 1959 ليجمعها ويعرضها بمركز بيروت للمعارض تحت عنوان تجليات بلا حدود. أنا ما بدي يكون حبيس، ما بدي يكون سجين لشيء بالحياة. كيف بدي اروح شمال يمين لفوق لتحت، وين بدي نام، وين بدي اكل، وين بدي اشرب، بدي اعمل حياة مرتاحة. فمشان هيك انا حطيت هالاسم للمعرض. في اشياء حلوة كثير، يعني عم نحكي اليوم في تابلويات رسمون من سنة 72 واشياء اليوم شيء حلو كثير. في جمال، كل شيء في بيرفكشن، كل شيء في افق عالي بتجنن. رجال مش معقول، مش معقول، سيتان جيون. شغل ما معقول، شغل قديش والالوان قديش شاغل، يعني شيء كثير شاغل كثير. يعني هذا الثقافي رائع جدا، يعني بنشكره وبنشكر اللي نظموا هالمعرض اللي اعطونا امكانيه نكتشف كل هاللفعات دفعه واحده. يعني إضافة إلى اللوحات المعروضة، ضم المعرض أيضا أشكال فنية من النحت والحفر اللي تميز فيه حسين ماضي. هالمعرض اللي نظم من قبل شركة سوليدار وجاليري عايدة شرفان أتى بمثابة استعادة أعمال أحد كبار الرسامين اللبنانيين وتكريم لعطائهم الفني، وهالمعرض مستمر لغاية الأول من حزيران. احنا أيام قدام تاريخ، تاريخ من الحضارة اللبنانية العريقة بالفن المعاصر واللي هو شغله لحسين ماضي. كل أعمال حسين مبدئيا موجودة، من الرسم للنحت للوحات للحفر، كل شيء موجود. بقى فعلا حتى الإنسان يلي ما بيعرف شيء عن شغله اليوم رح يتعلم كتير. بالنحت خصوصا بالحديد بيعمل كله شقفة وحدة، بتكون بيطعج، ما بيلحن، ما في تلحين بكل شغلهم بالنحت تبعه. كل شغله بيكون تطعيج مش تلحين، وهيدي قمة الإبداع والفن لما يكون واحد عم بيشتغل هيك شيء. هيدا صعب كمان انه يعملوا اي فنان، بده يكون فنان مبدع حتى يقدر يوصل لهالمرحله هاي من الفن. يعني كبرت وبعدني عم بلعب، تغيرت المواد بين ايدي، كنت عم بلعب بالجلي صرت عم بلعب بالالوان وبعدني عم بلعب، لما بطل بلعب يعني مت ولو عشت 1000 سنة. نتابع حلقتنا لننتقل هلا الى نشاط يلي نظمته جمعيه انا العالم لنشر الفرح والبسمه بين الناس. شو هو هالنشاط يلي اقيم بجامعه الاي يو والاي يو بي؟ منتابعه سوا.
فنجان قهوة وابتسامة صغيرة وبلشت الخبرية، وعدوى الابتسامات بين الطلاب كانت كافية لتخلق جو من الفرح بالجامعتين الأمريكية واللبنانية الأمريكية ببيروت. جمعية أنا العالم يلي بتهدف لبناء الإنسان وشخصيته من خلال التنمية قررت من دون كلفة كبيرة ولا مشاريع مفذلكة إنه تنشر الطاقة الإيجابية بين الناس. بكل بساطة المشروع اسمه Give a Smile أو انشر الابتسامة، وبالرغم من الصورة القاتمة بالبلد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيك تقضي على الإحباط. فنجان قهوة على الصبحية وابتسم تبتسم لك الدنيا. نشوف الأجواء السياسية قديش رح بتخلينا نكون مبتسمين. رح ننتقل لعند زميلتنا رولا كساب حداد واستوديو كلام بيروت لنتابع تفاصيل حلقة اليوم. شو رولا، نبتسم أو لا؟ سمايلي مقلوبة بس مقلوبة. ما بعرف إذا دكتور فارس سعيد ما بعرف. بونجور دكتور سعيد. هلا أنا شخصيا ببتسم وقت أشوف دكتور سعيد شو ما كانت الأجواء السياسية. تسلمي بس أنا ما ب... لا عم تستقبلني بالأورانج. لا 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 هيدا كوراي، هيدا خلطتها خلطتها، هيدا ناري. تفضلي رولا. مع دكتور سعيد بالطبع الموضوع الابرز هو الاستحقاق الرئاسي اليوم. دكتور سعيد كل الجرايد تقريبا ناقل الموضوع انه سباق رئاسي تحول للخارج وحديث السفرات والحركه اللي عم تصير برا اكثر من جوا بالموضوع، كيف رح تتعامل قوى 14 اذار مع جلسه يوم الاربعاء اللي جايه؟ هل ما تزال متمسكه بترشيح الدكتور جعجع؟ هل هي عم تلعب ورقتها الاخيره مثل ما هيك قرينا بالمقالات؟ يعني مجموعه من النقاط رح ناقشها مع دكتور سعيد. والتفاصيل اكيد ابتداء من الساعه 9:05 على شاشه تلفزيون المستقبل او عبر الموقع الالكتروني الخاص بالتلفزيون. لهون بنكون وصلنا لختام الحلقة، بيبقى نتمنى لكم ويكند حلو. رح نختم مع التقرير الرياضي وما تنسوا تلاقونا بكرة الأحد بحلقة جديدة. باي. استقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر في هونغ كونغ امبارح الجمعة ببطاقات حمراء رفع محتجون تمديدا بالوفيات التي تطاول العمال في قطر خلال عمليات بناء الملاعب التي ستحتضن مونديال 2022. وحملت لافتات رفع عشرات المحتجين عبارات من بين لا لكأس عالم ملطخة بالدماء والعمال ليسوا عبيدا. وجدد بلاتر القول خلال مؤتمر صحفي انه لدى قطر مشكلة ندركها غير انها لا تعني الاتحاد الدولي مباشرة. واعلن بلاتر بالغ من عمر 78 سنة سابقا عدة مرات أن هؤلاء العمال المهاجرين لم يموتوا بسبب كرة القدم، وأقر في الوقت عينه بتحمل الاتحاد الدولي جزء من المسؤولية لعدم تمكنه من إثبات الانتقاص من حقوق العمال. وشدد رئيس فيفا على أن دولة قطر كما شركات البناء ملتزمة بتحمل مسؤولية عمالها. عقد الويلزي راين هيكز يوم الجمعة مؤتمره الصحفي الأول بعد تعيينه مدرب مؤقت لفريق مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد إقالة اسكتلندي ديفيد مويس. قال: أود أن أسجل شكري لديفيد لمنحي فرصتي الأولى في التدريب. سوف أظل أذكر طيلة حياتي لحظة اتصل بي هاتفيا في الصيف وطلب مني أن أشارك في مهمة التدريب. من الواضح أنني كنت لا أزال ألعب، ولكنه منحني أول دور تدريبي أتوليه. ثانيا، أود أن أقول أنني فخور للغاية بتولي مهمة التدريب للمباريات الأربعة المتبقية للفريق الذي ساندته طوال حياتي وظللت مرتبطا فيه لفترة 25 أو 26 سنة. إذن فهي لحظة فخر بالنسبة لي ومهمة سوف أستمتع بها. تابع تسير الأمور بشكل جيد، الجميع في أفضل حالاتهم، وكل ما قلته لهم هو استمتعوا وامنحوا المشجعين ما يعيد البسمة لهم.
تحدث لويس فيليبي سكولاري مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم للصحافة بدوره في ساو باولو، حيث كشف عن أسماء 9 من لاعبي منتخب المشارك في نهائية كأس العالم يلي بتستضيفه البلاد هذا الصيف، وبتضم هذه القائمة كل من ديفيد لوزي وأوسكار وراميريز من تشيلسي وباولينيو اللي يلعب لتوتنهام هوتسبر، والحارس خوليو سيزار لاعب تورونتو، وتياغو سيلفا ومدافع باريس سان جيرمان، ونيمار لاعب برشلونة، وفريد من فريق فلومينينسي. وقال سكولاري أنه تحدث لبعض اللاعبين خلال زيارته الأخيرة لأوروبا وأكد لهم مساندته لهم وضمان مشاركتهم في النهائيات. وحول من سوف يتقلد شارة قيادة الفريق، قال سكولاري أنه 4 لاعبين مرشحين هن كل من سيلفا ولويز وسيزار وفريد، علما بأنه سيلفا كان قد قاد الفريق خلال المباراة الودية الأخيرة. ومن المقرر أن يعلن سكولاري عن التشكيل النهائي للفريق التي تضم 23 لاعب في 7 من أيار مايو، وفي وقت لاحق سوف يسمي سكولاري 7 من لاعبي الاحتياط. وسوف تلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام كل من بنما وصربيا قبل ما تفتتح مشاركتها في كأس العالم أمام كرواتيا يوم 12 يونيو المقبل. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن بيع 1,720,000 تذكرة لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في البرازيل. وبمؤتمر صحفي عقده بمدينة ريو دي جانيرو قال مدير مبيعات الفيفا تييري ويل أنه لا يعرف عدد البطاقات الإضافية التي سيتم طرحها للبيع بسبب أعمال التأخير بتشييد الملاعب، علما أنه تم طرح 2,700,000 تذكرة حتى الآن، ولكن كان من ضمن حوالي 1,000,000 بطاقة خصصت للمنتخبات والرعاة وأصحاب حقوق النقل والحكومة البرازيلية وبعض أعضاء الفيفا. من الفوتبول إلى الباسكتبول ومنافسات البلاي أوف بالNBA، حيث تغلب أتلانتا هوكس على إنديانا بيسرز بالمباراة الثالثة اللي جمعتهم على ملعب فيليبس أرينا بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا. صاحب الأرض نجح بإنهاء المباراة لصالحه بفارق 13 نقطة وبنتيجة 85-98، وهو استفاد من تألق لاعب الارتكاز جيف تيج بإحراز 22 نقطة. وبالفوز تقدم أتلانتا على إنديانا بانتصارين مقابل خسارة واحدة، علما أن المباراة الرابعة ستقام أيضا على أرض أتلانتا. وكما هو معروف يتأهل إلى الدور المقبل من يسبق الآخر الفوز بأربع مباريات.